مساء النور حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب، في صحة جيدة يا رب الحبيب. اليوم جيت نعمل معكم واحد الهديبات، ممكن الهدوب اللي كيجيو في الكتيفات ولا كيجيو في البروش مثلا ولا كيجيو في الصدر ديال القفطان تحت الرشيمة، كيجيو مزيونين. انا يعني كيبقى هادو اختيار، زمرد كيبقى في الالوان على حسب القفطان اللي عندك، كولور القفطان اللي عندك غتعدل به. كاين هاد الزمرد رقم 2، ما هو مزيون هذا ديال الجاج، وكاين هذا حتى هو الجزاج رقم 2 حتى هو، العقيق طويل متوسط، هذا متوسط حيت كاين الطويل ديالو اكثر منه وكاين اللي صغر منه. كاين هاد الزمرد حتى هو عاوتاني، كيبقى اختيار، هادشي كيبقى اختيار ديالكم نتوما. وهذا العقيق مهرس غنخدم فيه فوق ليزاستراس، ليزاستراس نبداو على بركة الله. Thank you.